نفهمها كي بغيت. راني سامح في روحي يا صاحبي، هذا الذل كبير، هذا الذل كبير. يا ربي سلكني يا ربي العالمين. نبقى تبنى يا جيب الاولاد، يا كبرهم قريهم زوجهم، كل واحد في داره قاعد كله. يا وانت اقعد هنا، يا طيب روحك، اغسل روحك. الله الله اولادي، يا داريني في دار العجزة مزوقة. يلا يلا اني نقول لك لا، انا يا بدراهمي وانا منسي لوزين عندي وانا منسي. ياه خلعوا فيا نموت باش تورثوا. يا والله ما كان غير ريحوا. يا يخصني بيت، باغي ندير زوجتي اللي طيب واللي تغسل واللي. ياه سمحتوا فيا قحكا، ها ها يا ربي سيدي. يا نغسل وحدي ما عليش، يا نقي وحدي ما عليش، ناكل وحدي ما عليش. يا بصح بان نرقد وحدي. لا 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 كيراك مديري يا ابويا شخصك. ابن عمي هو انا قلت لك نديك الحمام بالحنيفيه، تقعد شهرين ولا ثلاثه تماك تقعد فيه بالحنيفيه. ليه ماكش عارف باللي بالحنيفيه مليحه غير دوك المدقدقين؟ يا كيفك اضحك 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 تحك عليا. يا لا حاجه ابويا، والله العظيم ما نضحك عليك. قلت لك ابويا روح 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 عندي، نسكنك عندي في الدار ما بغيتش. قلت لك انا نجي هنا نسكن عندك ما بغيتش. انت راك باغي وحدك دروك، انا يا الله غالب عليا. ما تسكن عندي ما نسكن عندك، حاول روك حتى نقول لك باع نديك للحج. انا حجيت وحجيت نديك للعمره. لا ما ها وش ايوا ها قول لي شخص تقدر وقول لي فهمني. نقول لك باع ما فهمتش. باع باع يا باع. صاي صاي يا الحاج صاي. ها صاي عودي يا سي الحاج دروك. انا شغادي نقول لك قدام الناس
والجوارين يقول لك هذيك بو حازم على عقيبه تزوج. جي با لو دووا باه نتزوج كما قلت. انا ضروري نزوج لو دووا. بيان سور جي لو دووا. شغالي لين الله تعرف كوانسيتني بويا. لا ما نكوانسيكش. مادام ولدك راه هنا ما تخافش. شوف على كل حال هم يقراو فيها ناس راهم هنا تحت ياك وحشيه ان شاء الله دوك نولي. دير بوس واحد بالخف. نهضر. انا نقول لك ها خاطر غادي تندم لكم ما تجيش. السلام عليكم. السلام عليكم. الله ابن عمي الله يبارك والله العظيم. قال لي بابا تخرب الدفا وين غروح يا روح. والله العظيم وراكم تاكلوا وانا راني راني قاع سي باصار شيشرب والله العظيم جيت عندكم باش تعاونوني. انا نقول لكم هادشي باني توجور باني شي باني راه مريض ولا هادي وين راه مريض كله بعدك جا مريض بعدك ندي الطبيب اش حاجه سيدي راه جا من عمره. نقول لكم حاجه والله ما تصورش كاع في العقل لها نصح راه باغي يتزوج صح هادي جات واعره لا كاينه هادي اولا عندها الحاج ابراهيم هنا راه عندها شحال كانت عندها قرضوا 20 عام ما تزوجش حتى واحد مولا 30 اسمع مصطفى حاج ابراهيم اللي تهضر عليه ولا وبويا مشي كيف كيف ابوك ابوك شوال ابوك هادي كيف ابوك سي باري ويلا عندها دروسي ماكمش فاهميني خلوني نفهمكم دروكي غادي يدير قدام الجوارين وقدام لا فامي وقدام الاحباب راهم عارفينها باللي يا ودي الله غالب. اسمع لي يا حسن انسان كبير بزاف هذاك. اسمع لي يا حسن شوف لو وقفت البوق دروك يدي تاع الخير يدي تاع وجهي. انا نقول لك اروح في بلاصتها الله يرحم بوق دروك اروح في بلاصتها. مي جنو ما عمري ما نجي في بلاصتها. اروح في بلاصتها ها نديرو سيدي بلا شكون يخسر لها غشي شكون يقابله هذا المحامي شكون يحمي له؟ انا عاد الشيطان صاحبي. انا قلت لها مصطفى روح عندي للدار ما خصك والو. ما يجيش ما يجيكش يحشم يحشم ها ولادك الصغار ها المراه ها منا يحشم. يلق لها تقوم لها المراه صافي يا حازم خويا غادي تدير فرضه يا هنا تدي دعوه الخير يا هنا تدي دعوه الشر. انا نقول لك شوف صح هاد الهضره اللي راكم تهضروها لي ربما بالك صحيحه بصح انا بالنسبه ليا جيت عندكم هنايا باش تروحوا عنده تعطوه شويه راي بالك انت مصبي تصنت لك ياك روح عنده تو حميد وربما بالك ربي يجيب الخير ويولي من ياك ياك خويا انا تاكل على لي هذا روزين خليها عندنا وخطاك شي اش بدروح بارك الله فيك باغي تريح ان شاء الله باغي تريح من هذا البروبليم حنا ندبروا لي صافي اللي صفر كي داير يسلكنا يتعرى هادي افر تاع الزواج. واه بصح رجع نقول لكم كلمة تالية. سي بالاك يعاود يقول لك انسيستي باش يتزوج. انا ما نحضرلاش. فهمتوني؟ هاي. بارك الله فيكم.
أو يا خيي دهري طيحة هذيك خرجة منها بارك الله فيك صحيت خويا هاي الله يقنعكم لا حمودي لابيتك طاح علي والله لابيتك هنا هاي قاعدة بلي بروبليم بصح افر الله يرحمه ها ولا كي ميز ها وين جيتك انت بروبليم افر الله يرحمه حق راسو الله مستغرب عباس شنو عباس عباس تاعنا شنو هو عباس عباس سي عباس سي عباس واه سي عباس واه طاحت السي الله يرحمه راح معاك امبارح ولا بيه شي يقول لي لو كنت نتلاقى مع رجل زين عندي واحد البنت وتخويا نعرفهم انا حاجه انا نقول لك ما شاء الله الله يرحمه لو كنت نتلاقى مع رجل زين شوف يزوجها يسكنها حوالي تراك عارف شي عندك تعرف بلا ما تبقاش نحكي لك ما تعرفش حتى واحد راهم يدو صوالح ما تقولها حتى لواحد شي ولا انا نقول لك الله فرها استوا هذه خدمه هذه تهضرها منا يدوها منا لا هاي راهم يخدموا بزاف كيف داك حال ولا سي ما شوف شوف روكي داك اللي تفهم هان فهم غير استوا روك رانا في رحبه شاولا نتفاهموا على عباس يدق باي باي انا وياك نتو نصبص مي تقاش تلعبها لي ولا نمت وين تديت لا مصطفى ساعدني ها بطل وين تديت غادي نكلفك انت يا مصطفى غادي تروح عند شوف غادي نديروا حاجه نوضوا على عم القنصي ساعدني غنروح نسلكوا عمي قنصي ورا خويا من بعد نخليهم على الفخار ديال تما القنصي هاجي يا ساعدني جي هنا لا جي هنا انا نجي هنا بريش الغش نادي داو دا 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 تزوج من بعد هذيك عليها الله يرحمها حرام اخي ما يديها يطيح يديها لي تراب يا خلي مرة راسي معاها ما هي لا مرة هذيك وفتاش مسكين قارع هنا هرتك روح يا حاش حاش دق على هذا عمي الحاج كيف شو يوم كيف الحاج كيف الحاج كيف كتير كيف عمي الحاج ربي يعاونك أبويا صادروش هذا الحاجة كيف عمي الحاج هيا فرحت وشتكم فرحت الله يطول عمرك فرحت قول لي عمي الحاج خبرني سمعنا صح صحيح اها منين نلعب هون والله لا فرحنا عمي الحاج تفرحوا نعرف عشا فرحنا فرحنا ما نجيبش نعبر لك الفرح نادي هادو هما اللي ها الله يسلمكم قول لي عمي الحاج نعم عمي الحاج ظروف مخروب ثلاثة لحية في الدين لا خلي هادرو نيشان الله يحمي هادرو مخروصة واه كيرك بغيرها شوف ما تكون كبيرة ما تكون صغيرة وسط روخة إليغانس 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 حميد إليغانس شوف الحاج ثم راك متخيلها الحاج راني متخيلها نبات النوم فيها صح غادي تخرج ريال الحاج ريال واو ريال إلي
كونفيدونس هذه هي الحاجه بالك نهضر بصراحه بصراحه هاو نلعبوا شوف البغي يحطون في باري ماتش ويحطون في ماغازين وكوش زعما كيما غير نهضر لك انا والله ما جبت نقول لك الحاجه هذو الحياه غاليه ما كان على بالك هذه ايديك حاجه راك تضرب حاجه في الفور كاين الدراهم تقدموا واه شوف فونسو يا ودي يا مصطفى كاين الدراهم في شركه قادره ما قادره واه قادره اما اللي قادره قادره قلت لك قادره اما اللي مين قادره عمي الحاج نجبدو ستيلو والخارب هاكا دير سوالات الصح واش تعرفوا روحكم واش راكم ديروا في حساب كبير حساب 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 العرش يكون فين نبغيه هاو دروك هنايا الا قلنا نديرو حساب ديال الحساب نديرو ماتيماتيك ناخذ الماتيماتيك واه في الماتيماتيك في الماتيماتيك واه كيفاش الا قلنا 10 دير 20 10 يكفو يخلاه 10 ايوا هاكا دراهمي انا 10 سلكتها 10 نديرو دجاج ثاني من نجيبو جيب الدجاج جيب الدجاج كلها ودجاج تاع عرسك هذا الثالث ولا الزوج نعم العرس هذا لا هذا الزوج هذا الزوج حاو لا الزوج ل 30 الحاج يا سنت ليك يا من الاستقلال يا من الاستقلال يا خيي وانا هجال و ها هو اللي جبت يا عمي الحاج يا مكتوبك الحمد لله وحنا قاعد دايرين باللي عمي القنسي غادي نحضروا له الزواجه وغادي نحضروا له ها هو جا المكتوب مولاني وحنا اللي غادي نوقفوا ان شاء الله في العرس هو ها هو اللي تاكل عليكم شوف الحاج دروك عندو 20 كبش والدجاج وشكون شحال ما نديرو الصح الصح على بالك اللي درت في الدار هنا غادي لا 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 الدار ما غادي تقعد لك شجره ما غادي يقعد لك طابي ما غادي يقعدو الكيسه واش يتهرس نديرو في الصاله ونقومو الصاله شحال ونخلصو ما غاديش تجيك بزاف لي تجي تجيك شوف تجيك دراهم كاين عندك واحد عندك شي دراهم كاين عندك شي سوا شوف هادو هو يحسب لي الدرام كاين شي هادو ما هتحسب غير هذا بسم الله واحد الله ولا شركة ونص حاج هادو قلال هادو شي الدرام كاين قلال يا صاحبي راني نلعب حسب روحك عاد هاك حسب ولا خاصك جيب سب استرهم 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 ايه عم القنصي شوف صالة صنت لي ما تنساش اللي عليه عنده ذاك اللي يقولوا له ذاك اللي يدير الحس جانكي ولا كيقول له جانكي ولا كيقول له جوكي 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 هذاك باهي ندير مجهد والحس اللي بغى يرقد واللي بغى مريض واللي نبغي العرس نتاعي يكون يطرطق اما لي هكا صاي غادي ما نخليش اللي يرقد ما نخليش المريض يطرطق ان شاء الله داك الشوك داك اللي يدير الحس شو عامل حاج حنا غادي نخوفوا على الله ها ولادي نتاكل على ربي وعليكم ها قوموا لنا بهذه اولادي ما تكلفوش بيا انتوما اولادي ها كشتكم فرحت والله لا راه شافني يا حميد والله لا راه شافني شتكم وفرحت شوف وحنا غادي نخوفوا يا ربي لاجل ان شاء الله قدام لا قدام رمضان هيا صح هيا فرحتوني عليك جاو الرجال كاين يا باش العديان يا سيدي الحساد حسدوني كل واحد راه كبير راكم كيف انا كبير اني بدراهمي واللي بدراهمها كبير عباس هسي عباس هيا روح
يا ودي ها مرحبا بكم. كيراكم دايرين هذوك الناس الزينين؟ واش اخباركم؟ واش اسمك؟ كيراك الحاج. الحمد لله وخير. الحمد لله رب العالمين. كيراك شويه؟ يا خويا شويه. ودي حمد الله. ودي راك منور ان شاء الله. سي الحاج. جيناك على واحد المهمة. مهمة؟ جينا على واحد المهمة، رانا شايفين واحد اليتيم مسكين. ورانا نعاونوا فيه. ني امه ني بوه ني خوه ني عمه ني والو مقطوع مسكين. ها هو جينا غدروك جينا انا كاجا هكا وحنا مولي خير ورانا نديرو في هذيك الخطوه تاع خير كما يقولوا ما تردناش. جينا غير البنيه عسي الحاج غادي يقول لك واحد الكلمه يلق ديرها في راسك. وهذا الوقت البنت ليكيدي ليكيدي ما تحوس لا تشرط لا والو. ليكيدي ليكيدي تبقى وحدك ولا بنت النتايا كاش ما نقربطوك ولا تتزوج رانا هنا. ها والله الحاج يا شا قلت الحاج. ايه اخي هوك عندك الحق هاو سلام. المرأة يلقى لها زواج معتم وانا عندي واهبة كبرت شوية. عودها باقي في شباقي مول ردها في وجوهكم مول. انتم ناس زينين الله يبارك. شو دوك الوجوه شو حال يا ودي خي تقول تا ملايكة الله يبارك وخي شو من زيدها شو رك الله فيك سلحاج. الله يسلم عاد الله يكتر من تلك. الله يكتر من تلك الحاج. يا مول شاقول سحاب شوف الحاج ما نهضروش بزاف ولقنا نفهمو بزاف. هيا اطلق البنت وخلينا ان شاء الله نديرو حاجه تاع خير ونزوجو هاد اليتيم. راه ما عندك دراهماتك غادي تعرفو يتحطهم. ها غادي تعرفو يتحطهم غادي يولي ولدك. ها شاكوت عليها الحاج. هيا قرص معنا. اسمع مصطفى هو هذا الشيء ما تشوفوه هو ما يبانش واش يا حوشي هاو كيف واش تايدير وكي داير دعوته هاو سي الحاج. هي انا قلنا لك يتيم وما عندهش وهذا دروك هذا إنسان حشام باه نجيبه معايا هنا وكاع يحشك وما تقولهاش هاك الماكلة والله ما ياكلها وما يهضرش مسكين واحد لي تيميد تيميد هاك يقولوا منيش أنا الحاج هاو مشي قلت له كنت مشي هضرت معايا هاو قلت لي هي اللي كيدي لي كيدي عليا وكنت تقول لها واش راجل هو هذا راجل حميد أيوا نعم 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 هيا نشاور هاودي هاكي استنى لا تقلقش أصاحبي سمحت باللي قال لك باغي مد بنتها ويدي كيديها ومنها جيناك الحاج هاودي انا براسك انا براسك مصطفى والله هاودي قيل لها قيل لها زعما شوف خيا قيل لها قيل بشويه هاودي نتفاهموا مع بعضنا بعد ها شوف شوف انا شوف انا ما غيرهاش فيكم سمع مي راكم تقولوا شي مليح لا يا نعرف ما نعرف شي غير منكم انتم راكم عايشين معاه يا ودي حاجه روحوا راني قابل ناسي اسمعني سي عباس هاوكي اليوم نفروها دروك هنا نفروها هنا نفروها هنا نفروها ايوا مشات عليا هيا سي مصطفى ما تزعفوش ما تزعفوش اصحابنا ماشي نزعفوا حنا نحوسوا نديروا حاجه تاع خير وراك سمع المشارك معنا سيدي هيا بسم الله هيا هيا رفدوا يدك باش باقي نتوما ديروا الفاتحه هاودي حنا نديروا الفاتحه وانت شحال درنا من فاتحات اش الفاتحه وخياو درنا الفاتحه يا حنا زوجنا طلقنا درنا العشب درناه سبحان الله ماكش مامنو رفد يديك سيدي بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اسيدي الله يجعل يكون عامنا حلال ان شاء الله والله يجعل هذه البنيه تكون امين 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 يا رب يا رب العالمين تكون من اهل الخير يا امين يا ان شاء الله يا عباس وانت سيدي لك شيخ بينا انا هنا كاين ان شاء الله ان شاء الله خاصك هنا عندنا خطوه في الجنه ان شاء الله امين وسلامه حميد حدث هذه اللي نقولها شوف الحاج مد زيارة مد زيارة هاو يلقي خوش شوية الحياة اي لقت خرش اوديش لقولك او خيابة انتما زيارتكم زيارة وحدها اسمع زيارة صنبور هارا كل شي هارا كل شي الحاج را عندك را عندك اي هاو هيا صحيح اي شوف ورك لابع اودي تستاهلو كثر من هارا لابع تستاهلو كثر من هارا شوف الحاج نهار الخميس نهار الخميس نجو ندوها ان شاء الله كل شيء بالبركه لكم تسمعوا يبارك الله يا كل شيء بالبركه هيا يا هيا هيا يبقى على خير كل شيء بالبركه ان شاء الله الله يفرحك هيا يبقى على خير الله يسلمك الله يسلمك الله يسهل عليها يا عودي واش بيك راك لهاني كيف ترياح وريم في عقابك حي حي هاني وفيش طاش بعد يخلق قلبي ما يخلي اليوم شوفوا هاني وديروا ديروا لي بنتو ديروا فيش طاو خلاص اي الله يبارك يا با البروغرام واش من دات 26 ما فيش مشكل
اسمح لي دقيقه مصطفى. تفضل تفضل. وي سيتصل بيا ان شاء الله غدا ان شاء الله. وي كيما هذا الوقت داكور ما فيش مشكل. مصطفى زيرت بركه. الله يبارك فيك. كيرك داير؟ الله يطول عمرك. صافا والله لا بغيت. الحمد لله. ابو سيرفيس سالي واحد الصاله انا بالخير عندنا واحد المارياج هذا عند صورنا معاونين واحد يتيم والله انا معاونين على قال حوا راهي معمده هي قلنا زعما ما غاديش في دارها ضيق وكش قلنا نجيو واحد في الصاله شفت شحال من يومين العرس ام بار بيرسون واحد 120000 بار بيرسون اي واه واش فيها هذه صوره اه فيها بزاف صوره فيها حريره فيها اورداف فيها 8 تاع صوره فيها الدجاج بالكفته والشامبينيون فيها البرقوق باللحم والمشماش واللوز والديسار والكوكا والإيفري وما نهضرش على السوايع الاخرين فيها حتى الديجوكي نعم سي صافا شوف سما سي علي الاخوان ثم مقيوم الحشاء شحال يقام 20 يقام 100000 الحشاء مقيوم على بري واحد 100000 يقام لها هكاك 20000 راك عرفت على الاثرين واه دونك انا ندير حسابي هنا كاين العروسه والعريس والعريس ما ميت هو ميت عروسة تانيك مع عميل ديما كان تا واحد تما كاين هما ثلاثة أنا وعميل تما واحد 30 واحد هاكا 30 25 شحال تبقى منها؟ قالك 500000 تاع ما فيلا 500000 أي غادي نعطيك العربون نعرفك مولا خير أسي علي لخويا عاوننا هذا مسكين والله لأنا رايحين ليه هاكا الحاجة الحاج مسكين الله يرحمك الله يرحمك عمي الحاج الله يرحمك هيا سي علي لو هاك البركه ونهار الخميس اللي كاينه الحيه رانا نشوف بينا براشينا ونفوتوا على الشباب ايا بقى لك يا الحاج والله العظيم نمسك والله العظيم خدمت مع هادو سبحان الله والله تفهموا خميس 200000 25 بيرسون ما تفهموا ما قال لك يتي ما عندهاش بوه ما عندهاش امه ما نعرف والله ما نفهم كل يا ذلك لا مهلي أوه هذا الحاج أخير أخبال ولا ربي طول عمرك الله يسطرك من العين والله يسطرك من العين أخير أخبال دروك مولا 40 عام يا نسيت لك كرافاضة هذا بالك ما بغيتش نجيب لك بابيون انا كرافاطه خير تاع الخانه هذه قولها تاع الخانه خانه وهذا الخانه هذه هي الخانه في راك شباب عمي قدسي كي راك شباب الله يطول عمرك اوه عمي الحاج كي راك هاك راك دير هاك هاك الله يسترك من العين راك مولا 35 عام بالكرافاطه دروك نزيدك الفيستا شحال نولي دروك نشوفوا شحال تولي عمي الحاج دير الفيستا راهي بها بديك ويوه عمي الحاج ويوه تعرف كي راك راك تشي عد راك مولا 30 عام دروك نقصت نقصت راه يتهود عمي الحاج راه تشوف اعطيها ركسة عمي الحاج صحيح 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 ايوا دروك غادي تولي مولا 25 عام الحاج ها اصبغ هذيك دروك غادي تولي عمي الحاج اصبغ كيف كيرك تبان عمي الحاج الا يقولون با لا اله الا الله محمد رسول الله راك هاك هذا النور طاح عليك راك زفطه راك نفطه راك جولي شيخوخه بقيها على خير راحت شيخوخه ما راكش مع الكبار راك مع الصغار راك جان راك جان كيف كيرك تبان ويا دماج ما كاينش مرايا وراه درتي خمسه صحيح يا عمي الحاج تحكى بارك الله عليك شب عمي الحاج بسم الله ما شاء الله لا 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 لا
راك ناقص وجاو صاي راك عريس راك عريس صاي جوج قايض راني هنا والدراهم كاين بالشكاير بالشكاير والله غير بالشكاير ها مصطفى شنو قلت عليها الله يا خويا فور حاجه حاجه يا هيا حاجه من الفور الى قتلت باه اون كرون بلون شوف خويا الله يرحم الشيباني عارف خرجه قد باه كلشي ماشي تضرب ليه هنا جماعه انتوما عند الباب الخطوه الاولى الى تشعل ها وراك عارف اللي قرو بلا اليوم اليوم اللي اي هذا التاريخ تاع اليوم اللي المركوف اللي شوف يتمركا بالجمهوريه بالخبر وفي الدستور يوم اليوم وا 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 النقا خويا قال لك الله يرحمه قال لك ما تقابلنيش اودي ها مصطفى خويا يا ما تقابلناش اسيدي يا لطيف هيا خويا هانطلق النقا خويا ما تخصناش الا باش شي دار لنا شو شادر اودي لا مصطفى ما باغي تقول لها ما هيا هيا حميد
نهار فتح نهار زايخ نهار نعم سيدي غميتنا يكي كانوا سامحين فيا كانوا حاسديني وش فيا كانوا حاسديني يا الله ميت انا كنت ميت انا كنت ميت يا اهلا حاج مكيراك خير لاباس عليك اللهم عليك الحمد لله يا درا قولي قلع الشيباني كي راه داير الشيباني غير سكت برك يا كيف نسكت يا ودي عنده اليوم العرس صاحبي جو والله لك شو اخذ مني تقول اليوم نعم كيف يدير العرس اليوم وما يقوليش هذه خدمه هذه او دهن على الشيطان اخي هاو شوف انا ثاني عندي العرس اليوم تاع البنت يا ايوا عندي العرس تاع البنت اليوم بارك عليك الله يبارك فيك وخير الله يزيد في عمرك سمعت ايه او عندها العرس اليوم وخي على السبعه تاع العشيه على بالك بلي شكون كاع اللي دارها بيا انايا ايه شكون يا ايه شكون صفا وحميده صاحبي ايه اسمع هما هما واعرين صاحبي والو هذيك ما نبقيش تقولها اسمع دول مصطفى وحميد راهم متراديش كي الملائكه وخي هما اللي قاموا لي بالعرس هم البنت انا عندي في عمرها 30 سنه باقي لها شي زواج وي الله يخلف عليهم وخي هذوك هما التراديش الله يكثر من مثالهم اسمع هاو كيف وخي عندك العرس ايه اليوم عندهم العرس على السبعه اللي في القاعه سيدي اسمع اليوم عندهم لوطو ماشي خضراء فيها اي خضراء هذيك خضراء اي معريه من الاخر واه خويا واش نقول لك معريه اخي شنو تقول يا ودي داروها بينا في زوج غادي نقول لك حاجه اي بنتك تزوجت مع بويا ويلي لا ويا غلق خدمه من الخيام اللي داروها بيا ويا هيك تياطيت وجبت له ولا ولا ويلك ويلي ويلك Bueno,
وزرق مدحدح يا امي وزرق مدحدح اختي الزهران ومذبلش لعينينا يا حبيبي رافقني يا ونغدو شوار الزينة يلقيتها والفية مسو كل بي مارك في حوسة ورمها لي ترسو يلو شكون مركو دو وحزين شوف اني تحققك وراك وراك الله يرحم الوالد وين نتحقق كي نتحقق ما نلقاكش صاحبي فهمني وراه هو راني نتحقق ارجعوا عند السبعه من قبل تعرف وين نتلاقوا عند الصاله تحليلو اللي جاي في كومبيطاتي فلاش صاحبي اوكي سي بون سي بون راني جاي سي بون دروك نقبل دروك هاي وا راني من الاخر تاع عليها اللي فوق تجي وتشقدي دروك ما فيها ني تكنيكي خي الله يرحم والديك اللي قال عليك حملي ثقيل ما نفعو فيه افكار وين اهل الجود وين اهل الجلسه واللي حبيبي يعرني في روعار ويسلك عمي القنسي من هذه الغرسه سي مصطفى اسمع لي راين الشيباني اش يقولوا واه سمخ الله سمخ قال لك الانيس كبر لي بلا ماري سيما القصيده دوموندي قال لك سبنا لك الجاه اللي ما بسيد الهواري يعطينا رضا القصيده تهبليني تخرمطيني الزين ولا الطاي والعقلية موسيقى We'll be right back.
هذه 25 ماكسيموم 30 قلت عليها اخويا. انا كانوا جايين معنا 30 واحد. انا خاطيني العروسه بانوا فاميليا تاعها. بصح قلت لي 25 30 ماكسيموم 30. واه قلتها لك. ايوا راه هنا فايت 100. شوف والعريس بانوا فاميليا تاعها كانوا كان مخزونين من الاطار جبدهم. بصح ولا ما تقوليش الاولى لا ما تهضرش. علي لو شباب يدير لي دروها خلوها من بعد نتفاهموا. كي تفهموا ضروري. شوف علي لو اعطيني النيميرو تاعك وانا نفيري. يا ما تهبليني تهبليني. ايه خويا صحة العمومية والناس اللي حاضرين معنا الليلة صحة. 200 ميل من عند سلطاني راه يقول لك كبر لي بمولاي سلطان. والعروسة راه يقول لك كبر لي بمولاي سلطان والعروسة والعمومية والناس زينين. وفي خاطر صالة تاع الفناس اللي قاموا بينا صعيدوا العمومية والناس اللي حاضرين معنا الليلة صحة. اسمع لي واحد الشاعر شنو يقول في كلامه. يقول لك من الغابات الجميلة والحدائق والألوان والدؤب وعشق الغولة وشمل الساقط فرحان. احكي يا زينة احكي يا مادة في الدنيا الانسان طيب طيب يا اطفال العمومية والناس اللي حاضر معنا دلينا صعب. حسيب بصراحة شبه درتها لنا صاحبي. لا ما درتكش باع عرس بويا نفرح اليوم وغدوة. صح وش فيها بوك تزوجها؟ الله يهوى كيتاكي وحنا ورانا واقفين معاه ها ودا مرة صغيرة كيما كان متمنيها وكي كان متخيلها. هي ضرب الناح جبنا لكم غادي تولي مخ. باغي تولي ما هي صح مني انا مبورك البويا واني مشور هذا مكان. انا شيطان حازم تردو بيا عرس خو بويا تردوني عرس بويا ما قدرش اهوك العرس. هيا خلص باركودا اروح بصحتك اروح باركودا دخول اروح عندك ايوه ها الله يبارك فيك عجب نسيت الخوا ولا باركودا خالي والله ما نعاودها انت من تفرخ والله دائما قالك عم تبعك انا شتاك شت اللي غلبته هذاك الحمد لله هيا قاعد يا قوده
شنو خلاص. بقيت ترتاح من دروك. اصغل هذه حميد، اصغل طف ها حبس. سبحان الله، هذه شهر حاجه جديده هذه. والله اي والله هذيك غادي ندخلهم هذيك طرط هذيك دخلوا هذيك غادي نخرجهم طرط هما لهنا واحد ما يبوشيش هذيك طرط دخلوا شنو نديروا حميد حاجه مسقوطه يا ودي نقول لك حاجه هذه ما بغيتش نجبد هالساعه راك فاهم. راني فاهم كل شيء مصطفى دروك بصح سيما كيما دروك سايكملنا كل شيء كملنا ايوا مصطفى دقيقي راك عارف الثمن تاع باي وخليني نطلق لبار كنا على الشيطان ها وين فرين قال لك سروال ها انا نقول لك سروال ها مصطفى على الشيطان الله يرحم الشيباني ها ريح ريح انا وده الله يرحم الشيباني جبتك ربي هاي افهمها كي بغيت كيما تعرف صرماه انت يا وين انت بديت هي حد خطبه صماه افهمها كي بغيت كيما تعرف صرماه تبديت ريحة خلفة صبا عمينا هقدر زاد من عندها خونا بغا يدير من خف ولا كبير تلفنا واه بغا يدير بزنا مات بالغيرة نحسن عونه عقله غير صغير لعب هالشير وما نخدو غير تلبنا عطيناها خضر زاد من عنده خونا بغا يطير مخم ولا كبير تلفنا واه بغا يدبزنا هاي همها كي بغيت كيما تعرف صرفنا انت يا وين تبدي